ايضا نفس النوع اللي تتحدث عنه، يقول لك اليوم مكتب السيد السوداني اغلبهم من عشيرته او من اقاربه، جهاز المخابرة هذا حديثهم ايضا، يعني ده يأسس لدولة عميقة، وهذا ايضا المتخوفين منه قادة الاطار، التأسيس لدولة عميقة بموضوع يعني وجود عائلة السوداني وعشيرته بكل المؤسسات المهمة العراقية. أنا ثاني ما أريد أظل دافع عن السوداني محصر من السوداني، بس يعني أنا دافع عن السوداني لأنه رئيس وزراء العراق، ولو كان غيره، لو كان رئيس وزراء اليوم أبو حسن ولا المالكي ما دافع عنه، لأن وضعنا خطر وخطر جدا، وخاصة المكون الشيعي بين قوسين. أولا خليني أقول لك شيء واحد، خلي كل الوظائف العليا اليوم مدير مكتب القائد العام، ولو يعني حقيقة ما شايف الرجل ولا من زمان، وعندي ملاحظات عليه. لكن مدير مكتب القائد العام، الاخ المشرف على المخابرات، الاخ مدير منافذ الحدود، هذول التعيينات جداد. ما كان مدير مكتب القائد العام، ما كان هو مدير مكتب وزير الداخليه من 2008 الى 2011، ما كان هو مستشار لجنه الدفاع في السنوات الاخيره، والرجل فريق ما جابه من برا وخلاه. يعني اللي سواه سيد السوداني عمليه تدوير للموظفين. وكذلك وايضا ابو المنافذ كان موظف بالداخليه وبرتبه لواء. اما ابو المخابرات بالاتصالات هو موجود هذا الرجل من قبل 10 سنين بالمخابرات. هذا يعطيك تبرير لعدم وجود دوله عميقه اللي يتحدثون ابدا ماكو. تبقي لي السوداني، السودان مع احترامي لهم اللي موجودين يم السوداني، هذا حمايه. وذاك سكرتير تعرفين أن اليوم في موقع مهم وحساس ومعرض كل شيء، أجيب اللي يجيب قريبي وأجيب أخويا، بس ما موجود بالقرار الدولة، مو قرار يعني. هذه عيب أن تطلع للإعلام. ما أريد نتكلم على الوزارات، روح شوف الوزراء، بعض الوزراء مو كلهم طبعا مع احترامنا للكثير منهم، بعض الوزراء يجيب مرته وشنته يخليهم بالباب، ما شايفتهم حتى الشناين موجودات، هسه ما موجودة وليش وقفهم؟ شو سكرتي؟ لا انتظرك تكمل.